على النقيض من الأسعار الخيالية في النقاط العشوائية والتي فرض الوسطاء وبائعي المناسبات منطقهم فيها، هنا بنقطة بيع المواشي التابعة للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بباب علي بالجزائر العاصمة، أسعار تتراوح بين 40 و 90 ألف دينار جزائري. الكمية فاقت 6000 رأس، الأسعار مدروسة معقولة، وأكيد أنها أقل من الأسواق الخارجية. إحنا الأسعار مدروسة باش كل طبقات المجتمع تنجم تقتني كبش العين. أصبحت الشركة الجزائرية للحوم هي الملجأ الوحيد لمواطن الاقتناء حيث العين. توافدا معتبر من طرف العائلات واستحسان كبير للأسعار المطروحة التي تسير القدرات المالية للمواطن البسيط. يجي يخير الكبش تاعو سولون لي بري اللي حب هو، باسكو يا 45 55 75 اكسيتيرا، دونك يشوازي على حساب البورتفاي تاعو. لا كونتيتي لا كاليتي كاينه، لي فيتيرينير سون بريزون، دونك الواحد دي لا بلوس داسيورونس بور بروندر حاجه تكون يعني يضحي بها ويدير السنه. راح نقول لك لهنا بارابور على برا مناقصين شويه، لاباس 500000 مليون. اسعار مقبوله وفي متناول البسطاء، تعرضها الفيار، ترافقها فرق بيطرية تضمن جودة وسلامة الأضاحي، ناهيك عن عديد الامتيازات لزبائن المؤسسة العمومية.